السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا متتبعاتي بلوغ جديد. بلوغ ديال اليوم غادي ناخذكم لواحد المحل مغربي تقدروا تلقاو فيه بزاف الحاجات اللي تتبحثوا عليهم، خصوصا حنا على ابواب عيد الاضحى. وهذا مدخل المحل، تنبداوه من هنا. كيف تتشوفوا راه زعما تبارك الله كبير، وهنا هاد الاريا هادي عاد زادوها، عاد تفاجئت بها هاد المره فاش مشيت ما كانتش، وداروها خاصه بالاتات. تشوفوا غرف النوم، موائد، طاولات، والاشاره ايضا. هاد المحل تيقوموا بصناعه الصالونات المغربيه، يعني تياخذوا القياس، وممكن اللي بغات صالون مغربي راه تيصاوبوا الصالون المغربي، عندهم الماتريس وكل شيء، وتيديروهم الخشب. وهنا جينا لهذا الجهه ديال البلاستيك، دي جالتة تعجبني بزاف بزاف، تيحمقني البلاستيك، تعجبني بقى نشري البانيوات داكشي. فهنا عندهم داكشي تقريبا السلعه ديال المغرب كامله، يعني كأنك في سوق مغربي او في محل مغربي. جلدات الحمام، كل شيء. الجميل ان عنده شي حوايج ما تلقاوهمش صراحه في محلات اللي امريكيه، بحال هاد السطولات الطحين، هاد السطوله الكبار في محلات امريكيه ما تلقايش هاد السطوله الكبار الطحين. ايضا سطولات الحمام، ها هما ناخذ سطيل، والاثمنه في المتناول، زعما ماشي شي اثمنه غاليه. بانيوات، هذه ايضا مشكله البانيوات هنا، ما تلقاوش البانيوات كبار بهذا الحجم، فهما تبارك الله عندهم بالحجم الكبير والمتوسط والصغير. ايضا غادي ناخذ البانيوات لان العيد الكبير، تعجبني ديما في العيد الكبير نكون شاريه البانيوات جداد ورخاص، بعد دولار 49 سنت تقريبا، يعني ما كاين حتى شي محل امريكي اللي عنده هاد الاواني البلاستيك بهذا الثمن صراحه. البلاستيك هنا غالي شويه. من هاد الكرسيات ودوك الكراسي اللي تيدار واحد في واحد، كراسات الحمام، كل شيء. هنا البطاطن، ها هما البطاطن زوينين، واخدة انا منهم وحدة دايرين 50 دولار، ها هما 49، 99 سنت. هنا هاد لي زورا خلاص ديال الناموسية. هنا الزرابي، حتى الزرابي عندهم زوينين، عندهم الكبار والصغار، وعندهم هاد الطوالة الرولو ديال الدروج. والماتريس زعما عندهم بالاحجام، اي حجم كاين. هنا كاين الجافا، الشوان، الصيكان، كاين هنا العزافات، الشطابات، هذيك باي باي ديال الزربيه، كل شيء كاين. الكورده، الحبل، ها الصابوية الميكا، صنادلة الميكا، ها هما صنادلة الميكا. خسارة ما عندناش التسياق. هنا حاجات مختلفة، راه ما صورتش كل شيء. هنا كاين تصبيبات الصابوية، راه بلاستيك تيبانو ماشي بلاستيك، ولكن هما بلاستيك. السيراج بالانواع. هنا هادو راه كانوا سولوني عليهم الاخوات، هادوك هاد الزويفات اللي دايره في الطبلات التلفازه، راه من هنا واخداهم هاد الذهبيين بالضبط، راه واخداهم من عنده. كاين هاد البويض، كاين ليناب، كاين هادو الصينية دوك الصغار،
كاين الميكات الطبلة، هادو كلهم واخدة انا منهم، حتى الميكات الطبلة واخدة. هادو راه ديال المغرب النيت، هادو زوينين تينفعو زعما فوق الطبيلات، فوق هاي الميكات الطبلة، المقابط، القرارص، الاستيكات. انا بديت نبرح الفيديو اللي فات، البنات قالوا لي بقيتي تقولي ها الطواجن، ها الاتاي، ها البراد، بحال تنبرح في شي سوق ولا في شي موسم. شنو هنا؟ ها الصابون، كاين الصابون الطاوس، كاين كاع انواع الصابون، وعنده حاجات اخرى اللي ماشي مغربيين ايضا. هنا شنو هذا؟ الغلاي، ها الغلالي، كاين الترموسات واخده من هنا نيت، واحد الترموس هاد الفضل اللي فيها ديك حمراء الفوق، هادو الطواوي كبار. ومن هنا واخده الكوكوت، كانوا سولوني البنات ايضا على الكوكوت منين خديتها. الطواوي الحمر كبار تا هما عجبوني، ان شاء الله ناخذ منهم. تصبغي شي مناسبه طيبه كميه ما تطلقايش. هنا الكسكاس، هذا الكسكاس اللي فيه ليد البلاستيك شريته، وليد ديالو تتحيد، انا جبته من المغرب، من الاحسن خذوا لي ليد ديالو الحديد. الكوكوطا تا هما خديت انا الكوكوط ايضا من هنا. هاد الكسيعات ديال الخشب غادي ناخذ وحده ان شاء الله، تا هما باغاهم. شوفوا الطويوات الكبار، هما دوك الحطاطات، هما هادو اللي بغيت. هاد الكساعات ناخذ المواسطة ديالهم، الزلايف، هاد الطباصل اللي عجبوني فيهم هاد الرشمة ديال التجمعتي، ولكن هما ماشي زاج، هما داك البلاستيك، ماشي بلاستيك، كاين واحد النوع تنسالي عنده واحد السمية تيكون فيه بلاستيك ومادة أخرى ما تيتهرسوش، ولكن هي داك ديك الرشمة ديال التجمعتي لا تعرفوه ديال المغرب، مي زعما صارعينها جايين زوينين، وبتلاتة دولار عجبوني، سيغتو في البوفي يجيو زوينين. هنا هاد الفنيجنات ديال الشاي، كيسان داتي خلاص صواني، او سيد الله يجازيه بخير جاي تيعاونني تيوريني شنو السلعة اللي جديدة. جبت لي هاد الصينيات فنين، هادو الكبيرة والصغيرة ديالها، ها هي صاحبتي معاوناني هازتها لكم باش تشوفوا. هالكيسان ديال اتاي الذهبي الفضي برارد تا هما بالاشكال، بريردات الصغار والبرارد الكبار، بلاطويات البلاستيك خلاص تا هما بالاحجام. المهم تعيشوا هاد المحل، دخلوا له تعيشوا، تحسوا براسكم راكم في المغرب. كيسان ديال الماء، صوينيات زوينين حلوين، هنا الماس غادي ناخد القطبان، خاصة دوماج ما لقيتش القطبان اللي كنت باغا دوك اللي حديد ويديهم الخشب، ما لقيت اللي كلهم حديد خديتهم. هنا هادو اللي تنمسحو بيهم شكيت كل اللي ميس هوا لينا ما تنلقاش هنا هاد النوع هذا المغرب. اولا شاد تكس السم الفار لين دا شي فار ها السم. ومن هنا تناخد الحلفة، تا هي سولوني عليها البنات، الحلفة العادية المغرب، ها هي من هنا تناخدها.
وتخلص السلك. هنا كاين بعض المواد ديال التنظيف، كاين رواق فيه الماكلة. المهم كاين بزاف صراحة، ما صورتش كل شيء، ما صورت الحاجات اللي فعلا ما غادي تلقاهمش في محلات أمريكية. ما حاجات اللي ماشي سلعة مغربية ماشي مشكلة. بكرة كاينين هنا، كاينين هاد الآيات ديال القرآن توما زوينين. المهم كاين ما يدارو. حتى السيد صراحة صاحب الله يعمر بيه، الله يجازيه بخير. زعما قلت له راه غنصور نوري الاخوات زعما اللي عايشين في امريكا، ما مانعش. قال لي خذ راحتك. هنا هما كاينين الستائر والريدويات. بالنسبه للمكان ديال المحل في فولس تشيرش فيرجينيا، راه جاي على كولومبيا بايك بالنسبه للبنات اللي في ديك الاريا. وغنخلي لكم العنوان في اخر الفيديو. طلع السيد ديال الستائر، تهدو الستائر ايضا. ستائر عادية صافي. وهنا انا نجي ناخد اللاين وساليت الجولة ديالي. المهم وريتكم اهم الحاجات اللي كيف قلت سلعة مغربية. السلع الاخرى اللي عارفها متوفرة في اي محل ما صورتهاش. هادي نيفيا. دابا انا خرجت من بعد ما شريت البانيوات وشريت الحمام وشريت العزافه. وكيف تتشوفوا باش تاكدوا ان هذا المحل كل السلعه ديالو مغربيه، عنده ميكاك حنا. وهذا اسم المحل